الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقائنا كالعادة بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وصهير المصري والحج نبيل فارس، والدة مخرجنا الكريم الأستاذ كريم السويفي وحماته. ربنا رب العالمين يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي جرحى إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وأن يتقبل شهدائهم يا رب العالمين ويربط على قلوب ذويهم. وبندعو الموت المسلمين، بدعو لوالدة الدكتور الحبيب الدكتور عبد الله شاكر، والدته توفيت. أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، هي وأمي وكل موتى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، وهنفتح فيه يعني ما تيسر 4-5 حلقات 10 حلقات إلا ربنا يسره، في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. لأن أنا شايف الحقيقة إن من فقه المرحلة ديت إن إحنا نتكلم في حاجة من الاثنين، إما إن إحنا نتكلم في كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، وإما نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. وكتاب لا تحزن إحنا كلمنا عنه أظن في 10 حلقات هنا في قناة الناس، و والله الحقيقة يعني الحمد لله رب العالمين هذه القناة المباركة تكلمنا فيها في حاجة كتير جدا الحمد لله رب العالمين. فلقيت ان من الانصاف بقى ان احنا نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. لكن قبل ان نتكلم في موضوع النهاردة اللي هو مفاتيح الفرج، احب اعلق للمرة الاخيرة. احنا النهاردة كان في مداخلة مع اخويا الشيخ خالد عبد الله، واحب اتكلم للمرة الاخيرة عن موضوع اليوتيوب اللي هو انتشر على النت او بعض القنوات بتعرضه. أنا في عجالة سريعة وبتوضيح بسيط جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. قبل ما أتكلم في أي حاجة أقول اللهم لك الحمد، تاريخي يشهد لي إن أنا 22 سنة أكثر من 1000 محاضرة موجودة على النت، أكثر من 220 كتاب معمولين، لا تجد فيهم حرفا في إساءة لأي إنسان على وجه الأرض، سواء داعية سواء رجل إعلامي سواء رجل صحفي رجل سياسي. عمر في حياتي الحمد لله ما عودت لساني ابدا على الاساءه لاحد، والدنيا كلها تشهد. ما بقولش كلام من فراغ، بقول ارجعوا لكل شرايطي ودروسي وحياتي كلها، عمر في حياتي ما اسات الحمد لله ولك الحمد. لكن الفتره الاخيره انا لاحظت بعد الثوره مباشره بظهور بعض جماعات التكفير، بعض الناس من جماعات التكفير على بعض الفضائيات، وبدأوا يتكلموا كلام ويسيئوا لناس كتيرة جدا، وسب وقذف وأشياء رهيبة جدا، وسب بعض المشايخ وتوقيع بين بعض المشايخ، وممكن يشتم شيخ ويقوم ملبس الموضوع في شيخ تاني ويدخله طرف ثالث من غير ما هو يدرى، واخد بال حضرتك. فلقيت الموضوع زاد قوي عن حده، فأردت أن أنا أتكلم وأوضح للناس ان مش كل واحد ملتحي طالع على فضائيات نقدر نقول هو شيخ، لا طبعا. يعني فالموضوع كان ضخم جدا جدا، فحبيت ان انا اوضح
وقلت في المقطع، ولو حضرتكم ترجعوا المقطع، قلت في مشايخ من افاضل من خيره خلق الله، ناس افاضل، انا مش فاكر اللفظ، لكن قلت انهم من الذين اذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قلت ان في مشايخ تجرب دين ربنا سبحانه وتعالى ونصبوا وكانوا بيؤذونا في امن الدوله وكانوا وقصدت بهم هؤلاء او هذا الصنف اللي هم اصلا في الاصل مكفرني انا والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي، مكفرنا يعني، واخد بال حضرتك؟ بل يعني لو واحد منهم تمكن ان يستبيح دماءنا هيستبيحها. لذلك حتى قلت في المقطع ان لو ذكرت اسم واحد فيهم انا مش هروح بيتنا، ممكن اتقتل. وكنت اقصد هذا الكلام بالفعل يا جماعه. الكلام انا قلته في قناه الناس زي ما انا بتكلم الان في حلقه فضفضه. فاذا بواحد، مش هقول بقى واحد من فصيل اخر، لا ده من فصيل برضه اللي هو بيسموه فصيل اسلامي، خد المقطع وراح قصه وراح يعني مثلا بيقول ايه مثلا ايه ده، في اطباء محترمين وناس افاضل وفي اطباء مثلا يعني بيتاجروا بالعيانين، فواحد ليه مشكله مع طبيب راح واخد المقطع الثاني ده وراح حاطط عليه صوره الطبيب هو متضايق منه، ده اللي حصل. واحد ليه مشكله مع بعض المشايخ، واخد بال حضرتك، راح واخد المقطع ده وراح قصه وراح حاطط عليه صوره بعض المشايخ، وانا ادين الله سبحانه وتعالى، والله انا ما قصدت واحدا منهم. اخويا الشيخ حسان رجل فاضل وعلى ثغر من الاسلام، واخويا الفاضل الشيخ محمد زغبي اخ فاضل وعلى ثغر من ثغور الاسلام، واخويا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي على ثغر من ثغور الاسلام، وانا ما قصدت واحدا منهم، ولكن قصدت هؤلاء اللي هم التكفيريين اللي هم مكفرين اصلا، واللي هم ابتدوا يظهروا وابتدوا عايزين ينجموا نفسهم على الفضائيات في سبيل ان هم يوصلوا السم في العسل للمسلمين ويؤذوهم حتى في مشايخهم. والان هقول لكم حاجه احذروها يا اخواني، يعني انا امبارح كان عندي خطبه، فاذا الواحد بيديني جريده التحرير، انا عمري في حياتي ما اشتري جرايد اصلا، انا اصلا ما بشتريش جرايد اصلا، لان انا ما بشغلش نفسي بالجرايد، لان ليل ونهار مشغول في مكتبتي بكتبي بفضل الله سبحانه وتعالى. ف لقيته مديني جريده التحرير، فلقيت مكتوب عنوان عجيب جدا، الشيخ محمود الواصي يقول ان معظم دعاه الفضائيات ياكلون حراما وهم عملاء الامن. مين اللي قال كده؟ انا قلت كده؟ انا عمري ما قلت الكلام ده. أنا قصدت هؤلاء اللي بيكفرونا واللي أذونا، ياما أذونا في الأمن وياما عملوا فينا وياما تجروا دين ربنا سبحانه وتعالى، والآن بيحاولوا يعملوا حملة تفريق بين المشايخ، يعني نظام إيه؟ فرق تسد، يعني إيه؟ أنا يعني أجيب مقطع للشيخ وأحط عليه صورة شيخ تاني وكأن الشيخ ده يقصده، مع إن الشيخ ما قصدوش، يعني اللي حط الصورة هو الذي قصد الإساءة. وانا حبيت اوضح الموضوع ده علشان ما نفتحش الموضوع ده تاني بقى نتكلمش فيه خالص، لان انا شايف ان هو اقل من احنا نتكلم فيه، لكن عشان خدوا بالكم في مرحله الوقت الحالي هم دايما ايه يستثمروا حته ان مثلا داخلين على انتخابات مجلس شورى، مجلس شعب، رئاسه الجمهوريه، اي انتخابات، وتلاقي دايما يحاولوا بقدر الامكان ان هم يشوهوا الاسلاميين والدعاء ويوضحوا ان هم في مشاكل ما بينهم، ويوضحوا ان فلان بيشتم فلان بيشتم فلان. لكن الحمد لله انا في المقطع ما ذكرت احدا باسمي، ولكن واحد خد المقطع قصه وحط عليه صور من عنده، ده مش ذنب انا، وانا اتبرأ الى الله سبحانه وتعالى من هذا المقطع، وانا ما قصدت احدا، بل اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب كل المشايخ الموجودين على الساحه، سواء كانوا سلفيين او اخوان او جمعيه شرعيه او تبليغ او جماعه اسلاميه، اي حد بعيد عن التكفير وبعيد عن التشنيع والتقبيح والقاء التهم، انا بحب كل هؤلاء جميعا واتقرب الى الله بحبهم جميعا. وربنا يكرمنا ويكرمكم ويجمعنا على خير. وتعالى بقى نخش في موضوعنا ونسيبنا من الموضوع ده تماما ولا نتكلم فيه، واديني اللهم بلغت اللهم فاشهد. ارجو من كل من سمع هذا الكلام زي ما عمل مقطع ونشر بقى ان الشيخ بيقول، برضه انشر المقطع، برضه قول الشيخ ما كانش يقصد هؤلاء، انما يقصد سين وعين وصاد من اللي بيكفروا المشايخ واللي بيحاولوا يبثوا السم في العسل. قبل ما اخش على موضوعي برضه من باب الانصاف، ان في يا جماعه ناس بذلت جهد لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فوق تصور البشر، ورغم ذلك ما خدوش حقهم لا في التكريم، ان شاء الله يكرموا عند الله سبحانه وتعالى، ولا خدوا حقهم في الاعلام، ولا خدوا حقهم في ان احنا ندعي لهم. كان من ضمن هؤلاء، وانا اتمنى ان اخويا الشيخ مجدي يجهز لي كل حلقة واحد من مشايخنا الافاضل ويذكر لي انجازاته عشان اذكرها على الهواء مباشرة وندعي له بظهر الغيب. شيخ من مشايخ الكويت اتقرب الى الله بحب هذا الرجل، الله يرحمه رحمة واسعة، الدكتور عبد الرحمن الصميت. دكتور عبد الرحمن الصميت هقول لكم معلومة عنه بسيطة جدا، اقسم بالله هذا رجل بذل جهد، هذا رجل كان يعني بيسموه الجندي المجهول.
انا سمعت له اكثر من شريط في رحلته الدعويه في افريقيا. هو ما قالش مثلا هروح ادعو مثلا في هولندا ولا في فرنسا ولا في امريكا. هو اختار اماكن حضرتك ما تتحملش تقعد فيها 5 ساعات على بعضهم. نزل مجاهل افريقيا لدرجه ان سمعت له في الشريط موقف اقسم بالله اعجب من الخيال. بيقول كنا رايحين ندعو قبيله من القبائل. القبائل دي اغلب القبائل دي كان وصل اليها حملات التنصير لان كان في مجاعات في مجاهل افريقيا. الناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب. فكان في حملات تنصير بينزلوا ناس مخصوص ومعهم اكل وشرب وهدايا وفلوس مقابل ان انت تتنصر. الرجل حب انه يدرك هذا الامر وان هو عالم ان هذا فرض عين على الدعاء ان هم ينشروا الدعوه في هذه البلاد. فنزل علشان يكفينا مؤنه هذا الامر ونزل عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى. وظل هناك حوالي 29 سنة ينشر الإسلام في مجاهل إفريقيا. هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة اللي ما تعرفوش حضراتكم بيحكي ان هو في مرة من المرات كان رايح عشان يدعو قبيلة. فهناك ما كانش فيه لا مواصلات ولا حتى دواب بيركبوها. والأعجب من ده كله بقى ان هم في مكان معين ما فيش مكان يعني ما تعرفش تعدي لان في بركة مية عرضها حوالي يعني نص كيلو مسافة كبيرة جدا. والبركة دي بتوصل المية لحد صدرك. المية نفسها مية راكدة يعني ممكن يكون فيها أمراض شديدة جدا. ورغم ذلك ما فيش طريق توصل للقبيلة دي إلا عن طريق بركة المية دي. فما كان من الشيخ عبد الرحمن الصميت الراجل اللي جاي من الكويت ولابس لبس جميل ورجل من علية القوم. نزل الناس قالوا له مش هنعرف نوصلهم الا من خلال هذه المخاضه. ننزل في الميه؟ قال لهم ننزل. قالوا له فيها ممكن يكون فيها امراض؟ قال لهم ما فيش مشكله كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. خاض في هذه المخاضه ومشي فيها حوالي نص كيلو متر والميه وصل لحد صدره ورائحه الماء لا يعني لا تطاق لحد ما عدى الناحيه الثانيه. وفضلوا ماشيين في الشمس لحد ما نشفوا. ثم بعد ذلك يعني غسل ايديه ووشه كده عشان يدخل على الراجل رئيس القبيله دي يعني ايه برضه يعني. فدخل عليه وبدا يكلمه. هو الحمد لله كان ربنا اكرمه من خلال اقامته هناك تعلم لغات بعض القبائل وبدا يتكلم مع رجل ربنا اكرمه بزعيم القبيله اسلم والقبيله كلها اسلمت في الجلسه دي بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لكم بعض الانجازات لهذا الرجل الفاضل الله يرحمه رحمه واسعه لان ما حدش يعرف عنه الا بعض الناس من طلبه العلم وقليل حتى من طلبه العلم الذين يعلمون من هو الدكتور عبد الرحمن الصميد. اسلم على يد هذا الرجل وهذا كان ليس مبالغا فيه كان ده حقيقي. اسلم على ايديه اكثر من 11 مليون شخص في افريقيا. شوف حضرتك لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر. حديث في البخاري ومسلم. لو ربنا هدى واحد على ايديك خير لك من حمر النعم اللي يعني اللي اغلى انواع الجمال النوق يعني في على وجه الارض اللي هي حمر النعم دي. شوف كانت غاليه جدا وكانت نفيسه جدا عند العرب. شوف اسلم على ايده 11 مليون واحد في افريقيا. 29 سنة ينشر الإسلام هناك. كان ممكن يقعد في الكويت ويعيش هناك والعيشة هناك ما شاء الله جميلة ورفاهية ودنيا وحاجة يعني ما شاء الله. لكن آثر أنه يعيش وهو بيأكل لقمة ناشفة ومعها شوية ملح ومش فارقة معاه في سبيل أنه يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. أسلم على إيده 11 مليون. بنى ما يقارب من 5700 مسجد. تتعجب من بنى مسجدا لله او من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله اللي يبني مسجد ده حتى في حديث تاني يقول لك ايه من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطان يعني عارف الطائر الصغير ده حاجة على قده كده فاهم ازاي حاجة كده قد كده لو بنيت مسجد قد كده يكفي واحد بس يصلي فيه بنى الله له بيتا في الجنة. فتخيل لما يكون واحد بنى 5700 مسجد. قام على رعاية 15,000 يتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا أو كهتين وأشار بالسبابة والوسطى. حفر حوالي 9,500 بئر. ناس ما كانتش لاقية تشرب في أماكن كتيرة جدا مجموعة يعني عدد كبير جدا من القبائل ما عندهمش أي مورد مية. فكانوا بيروحوا بالدواب بمسافات بعيدة جدا قد تتعدى 15-20 كيلو عشان يجيبوا شوية مية يشربوا منها. فعمل لهم إيه حفر لهم أبار في المكان اللي هم عايشين فيه عشان ما يحتاجوش إن هم يروحوا أي مكان
وشوف بقى قطرة مية يعني تضعها في فم إنسان. شوف يعني ده ابن عباس لما تكلم عن قول المولى عز وجل: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال ابن عباس: فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. فهو حفر حوالي 9500 بئر. شوف همة الرجل، شيء عجيب جدا. أنشأ 860 مدرسة علشان يطلع أجيال من الجهل دول اللي هم كانوا عايشين فيه إلى العلم وإلى النور بفضل الله سبحانه وتعالى. أنشأ 860 مدرسة، وأنشأ 4 جامعات، وأنشأ 204 مركز إسلامي. قل لي بقى بالله عليك، هات لي واحد على وجه الأرض عمل إنجازات مثل هذه الإنجازات، مثل هذا الرجل لا يعرفه الناس. أنا أتعجب والله العظيم. الدكتور عبد الرحمن الصميت، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يكثر في الأمة من أمثاله، وأن يبارك في جميع المسلمين وعلماء المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وتعالوا بقى نخش في موضوعنا: مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يا رب فرج هموم المسلمين، يا رب ارزقنا مفاتيح الفرج، ويا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم امين يا رب العالمين. هذا الكتاب يمكن من امتع الكتب اللي اشتغلت فيها بعد كتاب لا تحزن وابتسم الحياه. في وقت معين من حياه الانسان ممكن تحس، سواء انت او غيرك، تحس ان في شبوره كآبه بتخيم على الجو العام في المجتمعات. في الوقت دوت عشان تخرج نفسك وتخرج غيرك لازم تعمل حاجة عشان تحاول تخرجهم من الهم ده. كنت أعمل إيه؟ في وقت من الأوقات لقيت نفسي بمسك ورق وقلم كده وبكتب كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. لا تحزن وابتسم الحياة أنا شخصيا كان ربنا جعله سبب في إنقاذي من أزمة كبيرة جدا في حياتي. خد بالك الآن في ظل الأزمات اللي احنا عايشينها من بعد ثورة 25 يناير إلى يومنا هذا، وما زالت الأزمات والحمد لله ربنا يهدي الأحوال، ونشوف في عز ما الدنيا مولعة. بفكركم وهتفتكروا، ولو تفتكروا حضراتكم في عز ما الدنيا مولعة وخلاص مصر انتهت والدنيا ولعت والناس بتقتل في بعضها، كنت بطلع على الشاشة دي أقول لكم إيه؟ تفتكروا كلمة؟ والله العظيم أنا متفائل. لدرجة كان بعض الناس كان من حبايبي يكلموني يقول متفائل على إيه؟ ده الناس عمالة تقتل في بعضها وبيعملوا بيسووا باوة ورغم ذلك أنت شايف الصورة جميلة؟ أقول له شايف الصورة جميلة، لأن كل ما يحدث هذا أنا أفهمه بلغة الشرع إن دي توابع زلزال. زلزال ان احنا اسقاط النظام السابق ده زلزال كبير جدا ما كان حد يتخيله. احنا قال النظام السابق ما كنا نخاف نحلم بيهم، يعني اي واحد من المسؤولين، يعني انا كنت خاف مثلا انام كده غصب عني كده احلم بفلان الاقي زبانيه قدام فوق دماغي. فتخيل انا ماسكت هذا النظام، فده زلزال كبير، زلزال له توابع. فكل ما يحدث الان هو توابع، والتوابع لو تلاحظ حضراتكم تاني تخف تخف، احيانا بتزيد سنه وبعدين ترجع تاني، تزيد وترجع تاني، لكن في النهايه ان شاء الله مصر محفوظه. والله العظيم مصر محفوظه، مش حميه ولا جاهليه، انما محفوظه بتقدير الله سبحانه وتعالى، لان ربنا جعل الارض دي مليانه بركه. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، قال الطبري والطبراني هي ارض مصر والشام. وقال النبي، ودي وصيه النبي كما اقول دائما واركز على الايه والحديث، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون مصر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إنكم ستفتحون مصر، وهي بلد يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله، مصر وصية النبي، وما كان الله عز وجل ليضيع وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده سر تفاؤلي إن دي بلد ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة، فلا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بلد. سبحان الملك، شوف مع قدر مكة العظيم الذي لا تضاهي أي بلد في الدنيا ولا حتى مصر، يعني ما فيش بلدين في الدنيا أعظم من مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ما فيش أماكن أفضل من كده، ورغم ذلك شوف قد إيه ذكرت مصر على وجه الخصوص أكثر من 30 مرة. ده ان دل على شيء يدل عليه على شده عنايه المولى عز وجل بهذا المكان، لان المكان دوت يؤمل منه ان تكون خروج الخلافه الاسلاميه تبدا من مصر ثم تنتشر في سائر البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما قرره كثير من العلماء، يعني كثير لما كنت اسافر بعض البلدان واجلس مع كبار العلماء
من كل أقطار العالم، وكنا نتناقش سويا في هذه المسائل، إقامة الخلافة وعودة الخلافة الإسلامية إلى غير ذلك. كانوا يقولون والله إن ندين الله سبحانه وتعالى إن الخلافة لن تبدأ إلا من مصر. شوف دي، فمصر بلد خير وإن شاء الله ربنا هيكرمنا الفترة الجاية. الشاهد في الموضوع إن لما بنتكلم عن مفاتيح الفرج، عايز أقول قبل أي حاجة، يوم ما حد يصاب بهم بكرب، اوعى تقول يا رب عندي هم كبير، ولكن كل يا هم عندي رب كبير عظيم رحيم ودود غفور شكور سبحانه وتعالى يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم. فلازم يكون عندنا حسن الظن بالله، ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن يعذبنا. هو قال كده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قل لي بالله عليك، لو إن ربنا سبحانه وتعالى دخلنا كل أهل الأرض، لو ربنا دخلنا النار، هل سيزيد ذلك في ملكه شيئا؟ أبدا. طيب ولو دخلنا كلنا الجنة، هل سينقص ذلك من ملكه شيئا؟ أبدا برضه. فربنا لن يستفيد من عذابنا أبدا، بل ده ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا يخفف عنا فعز الأزمات أنت ما تعرفش إيه السر من ورا ده كله. اصبر واحتسب وارضى وقول يا رب وارجع لربنا. أصلي قلت لك كما قال عبد الرحمن بن عوف، ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. عارف حضرتك، شفت احنا كنا ايام النظام السابق والبهدله اللي احنا كنا فيها وكبت الحريات والسجون والمعتقلات والفقر ويعني انت مش هنتكلم بقى، ما انتوا كنتوا حاضرين يعني ولا حد كان مسافر. فسبحان الله ورغم ذلك كنا صابرين جدا، وتيجي تكلم حد يقول لك هنعمل ايه؟ ادينا صابرين هنعمل ايه؟ واخد بالك؟ يعني حتى دي كلام حد من الناس الكبار يقول لك معلش يا ابن الصابرين بخير. دي كانت اللغه وكان الحوار الدائم ما بيننا في النظام السابق. طيب ده كان في الضراء كنا صابرين، لما جت السراء بقى سقط نظام وجت ثوره وحررت الناس من هؤلاء الذين باعوا البلاد وباعوا العباد واذونا وسلطوا علينا الفيروسات السرطانيه الى غير ذلك، واكلوا اموالنا ونهبوا صحتنا وعملوا فينا اللي ما يتعملش. خد بالك، وبعدين ربنا ازاح كل هذا وبيقول لك الارض ممهده، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقلت بعد الثورة مباشرة، احنا الآن في ابتلاء امتحان، ربنا بيمتحن. ها هنشكر على النعمة دي ولا مش هنشكر؟ وخدوا بالكم، لو لم نشكر ستتحول المنحة إلى محنة، ولو شكرنا سنزداد من عطاء الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكنا محتاجين إن إحنا بعد الثورة مباشرة، أنا كنت متخيل إن كل أهل مصر ياخدوا بعض في حضن بعض ونتعامل بقى بالحب والود والأدب والاحترام ونشكر ربنا ونزداد طاعة ونزداد إيمان والناس تزداد تسبيح وذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصاحف تتفتح والأذكار تشتغل والصلوات والمساجد تتملي والدنيا تبقى جميلة كده. وإذا بأفاجأ بطفرت سب ولعن وشتم وقص وحط مش عارف ايه، سبحانك يا رب. حتى من بعض الناس اللي كنا نحسبهم يعني انهم، ورغم ذلك لقينا اشياء عجيبه جدا، طفره اخلاقيات عجيبه جدا الكل لاحظها طبعا، الكل بيقول ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ حتى كان بعض الشباب يسالني يقول لي هي ليه الناس، مش كل الناس طبعا، بعض الناس اخلاقياتها اتغيرت. قلت له مفيش حد بيتغير اخلاقه، الانسان يعني اللي عنده اخلاق وعنده مبادئ عمره ما بيغيرها ابدا. المحترم قبل الثوره هو المحترم بعد الثوره، صاحب المبادئ صاحب الاخلاق، الانسان اللي متربي عمره ما يتغير ابدا. يتغير ليه؟ ايه اللي خليه يتغير؟ الدنيا كلها بكل ما فيها وما عليها لا تساوي عند الله جناح بعوضه، يبقى انا اتغير ليه؟ اتغير عشان ملك؟ عشان مجلس الشعب؟ عشان مجلس الشورى؟ عشان فلوس؟ عشان دنيا؟ عشان ما تستاهلش ما تسواش. واديكم شفتوا اللي قبليهم في النظام السابق كان معاه مليارات وتهم في السجن، نفعوا بايه ملياراته؟ نفعوا بايه ملياراته وهو الان في اسود صفحات التاريخ؟ ولا حاجه. يبقى اذا ده درس لينا وعظه وعبره. فكان المتوقع مننا ان احنا يعني صوره ثانيه خالص،
في اللحظة لما حصل العكس بدأت ابتلاءات تيجي علينا، وده من رحمة ربنا برضه. شوف قد ايه على سبيل الانذار، خدوا بالكم انا اديتكم الضراء وصبرتوا، لما اديتكم السراء انقلبتوا على بعض، فخدوا بالكم الحقوا نفسكم وارجعوا كده مره تانية واروا الله من انفسكم خيرا علشان السراء يستمر ويزداد، بدل ما نرجع تاني للضراء مره تانية. والا لو فضلنا على كده سيعادل نظام السابق مره تانية. فخد بالك، فشوف قد ايه بقى يعني قد ايه فضل ربنا علينا. يبقى اول حاجه تعملها تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتتذكر دائما انا حينما يصيبني اي بلاء من مرض من تعب، من اول حاجه اتذكرها على طول لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. الله في عز يا رب الالم دوت، وانا عندي ازمه نفس ومش قادر اتنفس ومش طايق نفسي وخلاص وهموت الله ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع، ربنا بيزودنا حسنات ودرجات انا عاوز ايه اكتر من كده؟ وبعدين دي محبه، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى دي اول حاجه تتذكرها. الحاجه الثانيه اللي عايزين نتذكرها، اني اقسم لكم بالله ما فيش بيت على وجه الارض سواء بيت مسلم او بيت كافر الا زي ما ملئ فرحا بيملا حزنا وطرحا. ده شيء طبيعي الايام دول. هو مين في الدنيا يا جماعه بيته ده مليان فرح من يوم ما اتولد لحد ما مات؟ مفيش حد، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، ده النبي هو وكل الانبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وسند صحيح واصل الروايه في البخاري، شوف اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ليه؟ قال لك يبتلى المرء او يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي روايه على حسب دينه. يا سلام، يعني على قد تدينك على قد قربك من ربنا. المفروض بقى الناس فاهمه ان انا بقى لما اقرب من ربنا بقى كده واصلي واعمل الخير هيجي بقى ومفيش ابتلاءات خالص. بالعكس الخير هيجي، بس هيكون في ابتلاءات. طب ليه الابتلاءات؟ ليمحص، يبقى في تمحيص واختبار. يعني ولله المثل الاعلى، لما حضرتك بتروح تشتغل في شركه تعبانه هتديك 1000 جنيه ولا 500 جنيه يقول لك لا، وانا شغل اي حد عندي ده لازم اختباراته ولازم امتحاناته ولازم امتحان قدراته ولازم امتحان مواهب ولازم لغه الكلام والحوار والتحدث واللباقه والمظهر ومش عارفه ايه وكل الدنيا دي بتمتحن فيها، في الاخر يعينك ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه. خد بالك، امال عايز تخش جنه أعدها مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، وقال فيها كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ببلاش كده من غير أي امتحان ولا أي اختبار، يبقى لازم يكون في امتحان وفي اختبار. وتذكر دائما أن المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلاقي واحد مبتلى يقول كتير يا رب ده كتير، أنا مش حلو كده، أنت يا رب ابتليتني زيادة عن اللزوم يا رب، أنا مش حلو، أنا ما كنتش متخيل كده أبدا. مين قال لك انه زيادة عن اللزوم؟ لو لم يعلم المولى عز وجل ان انت تتحمل هذا البلاء ما ابتلاك به. في انسان يعلم الله سبحانه وتعالى ان هو لو ابتلي بفقد ولده هيكفر، فما يفقد ما يخلوش يفقد ولده وهو حي او عايش، ممكن ابنه يموت بعدين. وفي واحد الله يعلم ان الراجل ده لو فقد امواله كلها هيكفر، فلا يفقده امواله، انما يبتليه ابتلاء فقط يتعبه شويه علشان يعلي درجته في الجنه وعلشان يغفر له ذنوبه وسيئاته وعشان حكم تاني احنا ما نعرفهاش. واخد بالك؟ هي كده. انما الله عز وجل يعذب انسان، حاشا لله، حاشا لله، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ايه؟ يبقى نتذكر قول ابن مسعود لكل فرحه طرحه وما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. تعالوا بقى نشوف النهارده بعض مفاتيح الفرج، الموضوع حلو قوي جميل، وان شاء الله احتمال نستمر يعني أربع خمس حلقات كده في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يعني أنا واحد من الناس يعني والله العظيم الفترة اللي فاتت ديت يعني ابتداء كده من أحداث محمد محمود الأولانية ومرورا باب أحداث العباسية وأحداث مزبير وأحداث مش عارف إيه، أنا كنت جالس وقعدت أكتب بقى إيه مفاتيح الفرج ده. قلت لأن الناس في الوقت ده حاسة إن الثورة ضاعت وإن حق الشهداء راح، حق الشهداء عمره ما يروح. حق الشهداء ده وإن لم نقتص ممن قتلهم في الدنيا وإن لم نأخذ دية هؤلاء الشهداء
فيكفينا إن شاء الله، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، نحسبهم شهداء إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يكون في الفردوس الأعلى. وفوق ده كله بقى، ده الحق الكبير بقى، أن كل شهيد يشفع لسبعين واحد من أهل بيتي. وأختم بالحديث ده قبل الفاصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، وبعدين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح الفرج، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نبدأ نكمل الدرس بنقول بس أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية في هذا الأسبوع. الفائز الأول الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور، أكرر الاسم، الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور. والفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي. الفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي. إن شاء الله الاثنين يتوجهوا بكرة للمكتبة ويستلموا الموسوعة الذهبية إن شاء الله. والسؤال الجديد للمسابقة بتاع الأسبوع دوت: كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة المنورة في غزوة الخندق، اللي هي غزوة الأحزاب؟ كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب؟ ونتمنى حظ سعيد لكل الناس إن شاء الله. تعالوا نكمل بقى عن بعض مفاتيح الفرج. وقبل ما نتكلم عن مفاتيح الفرج، أول حاجة عايز أقول لك إن أول ما تحس بإن البلاء جاي لك، ربنا يا رب يعافيكم جميعا من البلاء يا رب، اللهم عافنا فلا تبتلينا يا رب العالمين، إن أنت أول ما يجي لك أي حاجة احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واسترجع الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الله أكبر على الخير اللي ممكن يوصلك. الحديث الذي رواه مسلم إن لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال لها: ما من أحد مصاب بمصيبة فقول ما أمره الله عز وجل، اللهم أجرني في مصيبتي، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ وأنا لو قلت الله ويعني وخلف الخير من مين هيكون في أحسن من أبو سلمة؟ فتقدم لها أبو بكر الصديق. شوفت دي أفضل الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت أم سلمة. تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضت. ثم تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هي قالت: طب انا هقولها ليه اذا كان ما فيش حد افضل من ابو سلمة في نظري؟ طبعا هي ما كانتش بتخيل النبي يتقدم لها ابدا، يعني ده مش في الخيال. قالت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، فقلتها يعني خلاص ما دام النبي امرنا اقول كده فهمت قايلها. قالت: فلما قلت ذلك اخلف الله لي خيرا منه، يعني خيرا من ابي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حسن ظن بالله، استرجاع، الحمد لله، ان لله وان اليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، وبعد كده قول لعله خير. محدش عارف، لا يعلم من الحكمة من أي بلاء إلا الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لحضرتك، أحيانا بتبدو الحكمة من البلاء. واحد عمل ذنوب كتير جدا، فلما ربنا يبتليه يعلم يقينا أن الله عز وجل أراد به خيرا، يغفر له ذنوبه، يرفع له درجاته، يكرمه، خد بالك. لكن أحيانا لا تتضح لنا الصورة. واحد مطيع جدا لله سبحانه وتعالى، مش عايز اقول معصوم، لكن حتى لو وقع في ذنب بيسرع الى التوبه. طب مثل هذا يجيله كميه البلاء دي كلها ليه؟ ان النبي قال: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، عشان اوعى في يوم من الايام تقول هو ربنا غضبان عليا، هو ربنا بينتقم مني. حاشا لله، انت مين عشان ينتقم منك؟ ده الله سبحانه وتعالى اللي قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هينتقم منك ليه؟
يعني انت تمثل ايه في 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 هذا الكون؟ احنا ضعاف، احنا ناس يعني اقول ايه، احنا مخلوقات ضعيفه جدا جدا. فاذا نحسن الظن بالله، ما تقولش ربنا بينتقم مني، ما تقولش ربنا غضبان عليا، يعني انما اقول ربنا الله عز وجل يعاتبني بسبب ذنوبي، عملت ذنوب كتيره جدا، فربنا بيستعتبني، بيطلب مني ان انا اتوب اليه واستعتب وارجع اليه سبحانه وتعالى واقر بذنبي واتوب واحدث توبه واجدد الطاعه مره اخرى وابدا صفحه جديده وهكذا. حتى لو ما فيش ذنب وانت تايب من كل الذنوب، طيب رفع الدرجات. طب لما فين الذنوب رفع الدرجات؟ حكمه لا يعلمها الا الله، بيحبني، واخد بالك؟ سبحان الملك. وهكذا يبقى لعله خير. اذكر بمناسبه كلمه لعله خير ان كان في احد الملوك كان عنده وزير، الوزير ده كان نعمل ايه؟ يعني يشاكسه في الراي ولكن بادب. ففي يوم من الايام هذا الوزير ابنه الصغير مات، فبيقول الوزير ده ابني الصغير توفي بالامس وكده، ف يعني دعاه بقى الدعاء فاهم ازاي؟ يعني ويعني يعني اتكلموا كلمتين كده يثبته ويصبره، ثم قال له لعله خير. قال له لعله خير؟ لعله خير في موت ابني؟ فقال له انت لا تدري الحكمه من عند المولى عز وجل. المهم شالها له في دماغه. بعدها بكم يوم صباع الملك اتقطع، مش اتعور، اتقطع خالص. يجي بيعمل حاجه كده، اتقفل عليه باب مش عارف ايه، المهم صباعه اتقطع. فبيقول الوزير في اخر اليوم، قال له ده صباعه اتقطع النهارده؟ قال له لعله خير. قال له لا انت شكلك كده شمتان فيا. فراح مشاور لهم بقى، راحوا مدخلين الوزير فين؟ السجن. الوزير وهو داخل السجن راح باصص للملك ومبتسم وقال له برضه لعله خير. قال له انت الراجل ده مجنون، يعني عمال بدخله السجن وهو بيقول لعله خير؟ طب خلاص اشبع بقى في السجن وانبسط يعني وعيش حياتك يعني. المهم تاني يوم الملك متضايق ومخنوق وعايز ينسى بقى الاحزان اللي حصلت له ديت، فقال للحراس بتاعهم بتوعه سيبوني في حالي بقى كده، انا البس ثياب كده ما تعرفش حد ان انا الامير او الملك، وعايز انزل كده في الغابه اصطاد شويه يمكن انسى كده الهموم اللي انا فيها. نزل، قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك ده يعدي على قوم يعبدون الاصنام، ما عرفوش ان ده الملك. فجاه لقوا الصيده دي، قالوا بس خلاص تعالى. وكان في اليوم دوت عيد الصنم بتاعهم، وهم عايزين يقربوا له قربان، قالوا اول واحد هيعدي هناخده نذبحه للصنم، يبقى ده قربه بنتقرب بيها الى الصنم. فوقت في مين؟ وقت في الملك. فمسكوه، يا جماعه انا الملك، ده منظر ملك وشاف ايه، ومحدش مصدق ان ده الملك خالص يعني. وقد يكون الناس ديت ما شافوش الملك اصلا قبل كده، يعني طبعا ايامها بقى ما كانش فيها خطابات رؤساء وتلفزيونات والكلام ده كله يعني فاهم ازاي. فالمهم خدوه ولسه هيذبحوه، واحد قال لهم استنوا تعملوا ايه؟ بقى تقدموا للاله بتاعنا واحد ناقص صباع؟ قال لا طبعا ما ينفعش، ده كده دي سبه في الاله بتاعنا. فاطلقوا سراح الملك. فاول ما رجع الملك اول قرار خده قال طلعوا الوزير من السجن وهاتهولي. فطلعوا الوزير من السجن قالوا الملك عايزك، فرح له. فقال له اللي قول لي بقى انت ايه حكايه لعله خير؟ ده انا حصل لي كذا كذا النهارده ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني يوم ما ابني مات قلت لعله خير، ولما صباعه اتقطع قلت لعله خير. انا النهارده بقى كنت بقى ايه؟ فعلا لعله خير، انا النهارده كنت في رحله صيد واصطادني جماعه بيعبدوا صنم وكانوا هيقدموني عشان يذبحوني، لولا ان هم شافوا الصباع اللي اتقطع ده كانوا هيذبحوني عشان يقربوني يعني لهذا الصنم. فقال شفت مش بقول لك لعله خير؟ قال له طب لعله خير فعلا بالنسبه لي ان لما اتقطع صباعي ربنا نجاني من الذبح بسبب قطع صباعي، انما انت لعله خير ليه وانا بدخلك السجن؟ قال له ما يسموه الملك، ما انا وزيرك اللي بكون معاك على طول، فلو كنت معاك في الرحله الجميله ديت كانوا سابوك انت وذبحوني انا للصنم، فلعله خير، فدخول السجن كان مصلحه. خدت بالك؟ فعلا لعله خير. حد عارف؟ يمكن واحد من السلف في يوم من الايام احد الامراء راح يعني عمل مشكله معاه كده وراح مدخله السجن. فلما دخل السجن حزين جدا ومتضايق، فواحد برضه من اخوانه واحبابه قال له لعله خير. فلما جت الفتنه، فتنه المقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، واخد بالك؟ وكان هذا الرجل ممن خرجوا في مقتل الحسين، وطبعا الثاني ده اللي هو كان معاه لو كان موجود بره السجن كان خده معاه عشان يروح لمقتل الحسين. فلما عادوا فصاحب قال له شفت لعله خير، لو كنت بره السجن كنت اشتركت معهم في دم الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فعلا كان السجن خير. احيانا الانسان لا ينظر الى، هو الانسان لما بيبتلى ما بيبقاش شايف غير كده، ما بيكونش شايف الصوره واضحه،
هو مش شايف غير البلاء اللي هو فيه، لكن مش شايف الخير اللي ممكن يكون من وراء البلاء. احيانا يا جماعه فعلا من المحن تاتي المنح. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء معين، الابتلاء ده يكون سبب ابداع. والله العظيم يعني اقول لك حاجه خالص، في انسان لما يكون عايش مرحرح كده مبسوط لا ينتج ولا يفعل اي شيء، ولما تحركوا مثلا بمشكله معينه او تضايقوا او تقول له حاجه تزعله يعوز ينسى الزعل ده، فيعمل حاجه وينتج حاجه عشان ينسى الزعل ده فيقدم حاجه، فيكون البلاء اللي ابتلي بيه ده كان سبب ان هو ابدع وسبب ان هو انتج بفضل الله سبحانه وتعالى. اكبر مشكله واكبر هم بيقابل كتير من الناس، خصوصا طبعا في الاونه الاخيره بقى وتردد الاحوال الاقتصاديه اللي عايشها الامم كلها تقريبا، مشكله الفلوس والرزق. خد بالك دايما كل حاجه لها مفتاح. من رحمه ربي سبحانه وتعالى وجل جلاله ان لما ربنا يبتليك ابتلاء بيرزقك مع الابتلاء مفتاح لرفع البلاء ده. هو كده ربنا سبحانه وتعالى، يعني شوف رحمة ربنا، الله لطيف بعباده، اوعى تنسى دي، الله لطيف بعباده. واوعى تنسى الحديث والله أرحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الدعاء والقضاء. القضاء، ايه الفرق بين القدر والقضاء؟ قدر شيء ربنا قدره عليك، حينما ينزل ويقع يصبح قضاء. واخد بالك؟ زي الراجل اللي كان بيكلم صاحبه فبيقول له هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبه؟ قال له اقول لك يا حبيبي، لو مثلا يعني حماتي ماشيه في الشارع وبعدين وقعت في حفره، فربنا قدر ان هي تقع، يبقى اسمه ايه؟ ده قدر. وقعت في الحفره يبقى ايه؟ قال له قضاء. قال له طب ايه المصيبه؟ قال له لو طلعت مره ثانيه. واخد بال حضرتك؟ صلى على حبيبك. فربنا يقدر قضاء معين، القضاء دوت يعني حينما ياتي انت بقى لازم ايه؟ توقن ان ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. مشكله الرزق اللي مزعل الناس ومضايق الناس، والناس عماله تفكر ورزق ضيق ومش عارف اعمل ايه وفي مشاكل و تشغلش بالك، ما تشغلش بالك. اصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اصدق يعني قولي هو الصادق، هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي يقول لو هرب ابن آدم، الحديث فين؟ الحديث عند أبي نعيم بإسناد حسن. لو هرب ابن آدم من رزقي، خد بالك أدي الرزق هو، تخيل كده إن الرزق ده كأنه حاجة بتجري وراك فأنت بتهرب منه، مش عايز رزق، مش عايز فلوس، مش عايز دنيا. لو هرب ابن آدم من رزقي، خد بالك من اللفظة، قال لك لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حد يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر طبعا، اينما تكون يدرككم الموت. خد بالك؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مين في الدنيا؟ خد بالك؟ مين في الدنيا يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر يهرب ابدا في اللحظة اللي ربنا قدرها في اي مكان. اهو الرزق يدركك بنفس المنظر. يحكى ان سيدنا سليمان عليه السلام كان ابوه اللي هو سيدنا داوود كان ليه صديق واحد حميم كده مقرب منه. خد بالك؟ فكان دايما يقربه ويقعدوا معاه وشاف. فلما مات داود عليه السلام اوصى سيدنا سليمان بهذا الرجل، قال له ده صديقي وعشره عمري وقربوا لي، فقربوا لي، فكان يجلس دائما مع سيدنا سليمان. زمان بقى كان ملك الموت بيظهر للناس عيانا جهرا، عكس بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الملك الموت ما حدش يشوفه ابدا. خد بالك ده من رحمه ربنا بينا، لان ملك الموت لو دخل على المؤمن له سمت معين، ولو دخل على الكافر او المنافق او العاصي له سمت اخر وله شكل تاني خالص. ممكن حاجة تموت لو شفته، تموت فعلا لو شفته. فمن رحمه ربنا بينا ان ما حدش فينا بيشوف ملك الموت. فملك الموت دخل على سيدنا سليمان فلقى الرجل الجليس ده قاعد جنبه، فنظر اليه نظره شديده جدا ومشي. فالرجل اترعب فقال له يا سليمان عليه السلام يعني عايزك تؤمر الريح دلوقتي حالا توصلني الهند. اشمعنى الهند؟ قال له انا شفت ملك الموت بيبص لي بصه صعب قوي، فانا عايز اهرب باي طريقه. فقال له طيب. فربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان امر الريح ان هي تحمل الرجل ده الى الهند. طبعا بتحمله الهند في ايه؟ في يعني في دقائق معدودات. فحملته الى الهند. بعد دقائق معدودات دخل ملك الموت مره ثانيه على سيدنا سليمان وسلم عليه.
فسيدنا سليمان بيعاتبه بيقول له لماذا نظرت هكذا الى هذا الرجل الذي هو كان جالسا لي اللي كان قاعد جنبي بيبصوا له بصه ليه؟ قال تعجبت. قال مما تعجبت؟ قال امرني ربي ان اقبض روحه بعد دقائق في بلد الهند فتعجبت انه هنا. قال هو الان في الهند. يعني شوف اينما تكون يدركه الموت. هو كان خايف ملك الموت يقبض روحه راح الهند. هو ملك الموت راح من الهند واخد بالك؟ وهي ملك الموت هو ملك الموت تفرق معاه هند ولا سند ولا صين ولا 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 جنوب افريقيا. ملك الموت يقطع المسافات في لمح البصر. يعني مش بيحتاج ان هو يروح من استراليا لامريكا عشان يقبض روح واحد، لا، كما قيل في الاثر تجمع له الارواح. خد بالك هكذا الله. هو مش واحد هو بياخدهم بالدور. يعني هو مثلا واحد دلوقتي هيموت في استراليا الساعة 6 ودقيقة، فبعد ما تخلص لو سمحت في عندنا ميت كمان في امريكا الساعة 6:05، وبعدين بعدها يا ريت تلحق بقى في ميت في اوغندا هيموت الساعة 6:15. هي الموضوع كده. ده في الاف بيموتوا في وقت واحد، كيف تقبض ارواحهم؟ كما قيل في الاثر توضع كل هذه الاشياء بين يدي ملك الموت ثم يؤمر بقبض ارواحها فتقبض بكيفية لا يعلمها الا الله. ما نخدش فيها، لا ناخد في هذه المسائل، لكن اقول ان بتقبض ارواح الاف الارواح. الله هو مش بيحصل زلزال، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، بيقبض مثلا ارواح مثلا 50,000 و40,000 في لحظه واحده. ما هو ملك الموت اللي بيقبض الارواح دي كلها، دي وظيفته شغلته واخد بالك. فالشاهد في الموضوع ان انت خايف من الرزق ليه؟ خايف ان الرزق هيضيع؟ لا ما تخافش، لن تقبض روحك وفي يعني قولي درهم او دينار ناقص ما خدتوش. حقك هتاخده تالت ومتلت. وبعدين اطمنك الحقيقه كمان اجمل من كل ده، كل الناس ارزاقهم متساويه. تقول ازاي يا عم الشيخ؟ واحد بياخد 50,000 في الشهر، واحد بياخد 300 جنيه، ده رزقه مع ده؟ اه بالظبط كده، رزقه متساوي. ازاي؟ هو ده خد 50,000 جنيه في الشهر، لكن معاه بقى ربنا يعافينا فيك الكبد والسكر والطحال والبيري بيري والعظام وسكربوت وحاجات كده، فاهم ازاي؟ بيصرف ال 50,000 على المرض اللي ربنا ابتلى بيه. وانت ربنا مديك الصحه ما شاء الله، المعده تهضم الحجر زي ما بيقولوا ولا تهضم الزلط، وصحه زي الفل وما شاء الله، وبصر زي الفل وذاكره وما شاء الله، وزوجه مطيعه واولاد زي الفل، لكن ابتلاءك في يديك الرزق. وهكذا كلها ارزاق. اصل الرزق مش فلوس بس، الصحه رزق، الاسلام رزق، القران رزق، حسن الخلق رزق، البسمه رزق، راحه البال رزق، الاولاد رزق، الزوجه الطيبه رزق، الجار الطيب رزق، الصحبه الطيبه رزق، الدعوه رزق، كل هذه الاشياء ارزاق. فاوعى تقصر، اوعى ان انت تقصر ارزاق كلها فين؟ في فلوس، لا، فالرزق جاي جاي ان شاء الله، ما تشغلش بالك. اذكر لك بعض القصص موجوده في كتاب مفاتيح الفرج، قصه حاتم الاصم. حاتم الاصم طبعا رجل من خيره التابعين. في يوم من الايام حب ان هو يروح يحج، فبيقول لاولاده: يا اولادي ان انا ان شاء الله مسافر بقى الحج ان شاء الله وكده. فاولاده قالوا له: ازاي هتسيبنا ازاي وانت اللي بتجيب لنا الاكل والشرب وانا ايش ازاي من غيرك؟ ده احنا ممكن نجوع ونموت. فليه بنت ما شاء الله قلبها مليان باليقين والتوكل، فقالت: يا ابتاه اذهب على بركه الله، فوالله ما علمناك رزاقا ولكن علمناك اكالا، فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. شوف يقين، شوف بنته عامله ازاي. فلما ذهب حاتم الاصم وهو مطمئن بقى اللي معاه بنت المنظر ده، ساب لهم شويه اكل وشويه فلوس بسيطه. خلص الكلام ده كله في خلال 3 4 ايام، خلاص جعانين بقى مش لاقيين ياكلوا، فبداوا يوبخوها ويلوموها: شفت بقى ما علمناك الا اكالا وعلمناك رزاقا، هو يا ستي راح اهو، احنا رحنا وراها مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب. فدخلت غرفتها وظلت تصلي وتدعو: اللهم لا تخيب ظني يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجائي فيك، اللهم يا رب العالمين لا تخزيني امام اخواني، اللهم ارزقنا، اللهم وسع علينا، اللهم. وقعدت تدعو. في نفس اللحظه امير البلاد ديت كان معدي في المكان ده، يعني هو مش متعود يعدي من المكان ده اصلا، بس زي احيانا ايه تلاقي مثلا ايه واحد مثلا محافظ او رئيس جمهوريه دايما ما بيروحش غير في الاماكن الراقيه جدا، وبعدين فجاه كده طرقت على باله يخش مكان شعبي، حصل كده بقى بالمنظر ده. فراح معدي من المكان ده، عدى المكان ده، شيء طبيعي، امير وماشي وحواليه الحاشيه، شيء طبيعي جدا من ضمن ضروريات الملك وهو ماشي في اي مكان. في ناس شايله له الميه، في ناس شايله له الاكل، في ناس شايله له الحلويات، في ناس شايله له العطور بتاعته، كل مستلزماته. لكن يقدر ربنا في اليوم ده محدش معاه ميه، وعطش الامير عايز يشرب،
ربنا ألقى عليه العطش قدام بيت حاتم الأصم، فلقى بيت مفتوح، بيت كرم، بيت أهل كرم مفتوح الدار بتاعتهم. فقال: بيت من هذا؟ فقالوا: بيت حاتم الأصم. قال: هذا رجل الصالح. قالوا: أجل. فقال: أريد أن أشرب ماء. دخل واحد استأذن وراح داخل مليله كده كوز مية شربه، فربنا حل المية في بقه، فقال: الله، ما أجمل هذا الماء. أين حاتم الأصم؟ قالوا له: ذهب إلى الحج. وأين أولاده؟ قالوا له: بالداخل. قال: سبحان الله، لعله قد تركهم بلا طعام ولا مال. كانوا زمان بيحطوا كده حزام حوالين وسطهم، ويحطوا في الحزام ده سرة فلوس، سرة ذهب، سرة فضة، الفلوس اللي معاه، دنانير، دراهم. فالمهم راح مخرج سرة الفلوس وراح رميها في وسط الدار، وبص بقى للحشة والوزراء والجنود واللي معاه، قال لهم: من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ مع أول تشكيل وزارة ولا مجلس الشعب الدنيا هتتظبط يعني، فإيه؟ فالكل راح مطلع الفلوس اللي معاه وراح رمينا في قلب الدار، فالدار اتملأت إيه؟ ذهبا وفضة. فالأولاد شافوا الفلوس مش مصدقين نفسهم، فجروا على أختهم وفرحانين جدا، قالوا: الحمد لله، جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فالأولاد بتبكي، فقالوا: سبحان الله، تبكي في مثل هذا الوقت؟ قالت: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. يقين وتوكل، إن أنت ما تخافش، الرزق جاي جاي، ما تستعجلش. عايز أقول لحضرتك حاجة، الإنسان اللي بيسرق، يعني واحد حرام وبيسرق، سرق من جيب واحد 100 جنيه، خد ال 100 جنيه ودخل محل كباب وقال له: لو سمحت، عايز ايه مثلا؟ ايه، نص كفته وطرب ولا مش عارف ايه ولا كام ده كله، خد بالك، جاب له الاكل وكله. ما دام كله يبقى ده رزقه، خد بالك، ما دام كله يبقى ده رزقه، يبقى ربنا قدر له الرزق ده. بس هو عمل ايه؟ ما كانش ذكي. الرزق ده كان هيجي في الوقت ده، ربنا مقدر ان فلان ابن فلان هيخش ياكل كباب وكفته في المحل الفلاني الساعه كذا، واخد بالك، مقدرها خلاص. هو بقى بدل ما يستنى وربنا يقدرها له من سبب حلال، يعني كان ممكن لو ما سرقش، كان ممكن ايه اللي ممكن يحصل؟ ماشي في الشارع فجاه لقى واحد مثلا، يعني طرقت في دماغه كده: طب والله العظيم انا نفسي اخش ياكل كده، بس نفسي حد ياكل معايا، اول واحد هيقابلني هعزمه مثلا. معدي من قدام محل، فجأة الراجل صاحب المحل خبطت في دماغه كده فكرة ان انا ايه، يعني اعزم اي واحد فقير كده من باب الصدقة، يعني يعني ام اصطدم اعزمه. ماشي في الشارع، واخد بال حضرتك، لقى صادق ليه بيقول له: ده انا عايزك في موضوع، بس تعالى نتغدى الاول وبعدين نتكلم. كانت هتجيله كده. واحد شافه فقال له: تعالى اعمل لي شغلانة في 5 دقايق كده وهديك كذا، فخد الفلوس وراح كلم. فهو استعجل، خد رزقه من الحرام، ولو صبر 5 دقايق كان خد نفس الرزق بس من حلال. يبقى الحرام ده بيسرق ليه؟ لسوء ظن بالله، ان لو ما سرقتش هجوع، هموت، مع انه لا هيجوع ولا هيموت. مش بقول لك لو ان ابن ادم هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت؟ احكي لك قصه ثانيه حلوه، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في اخت فاضله، الأخت ديت كان حصل عندها مشكلة كبيرة جدا، إن زوجها كان عايش على قده، وكان زوجه كده أرزقي رزق يوم بيوم، كان بيبيع حاجات كده. فالمهم الأخ دوت مات، الله يرحمه رحمة واسعة. الأخت صرفت ما تبقى معها من مبالغ بسيطة كده، وما بقتش معها ولا حاجة. أبوها عايش معها في البيت عشان ما يسيبهاش لوحدها، خد بال حضرتك، ومعاها بنت صغيره عندها حوالي 2 أو 3 سنين، وجالها الحمى، ربنا يعافينا ويعافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فالمهم، فما كان منها الا انها مش لاقيه حتى العشاء، مش لاقيه تتعشى هي وابوها وبنتها، ومش لاقيه توديها للدكتور ولا تجيب لها علاج، تعمل ايه؟ مش عارفه. ففضلت طول الليل تصلي وتبكي وتدعو، تصلي وتبكي وتدعو، اهو شوف قد ايه، يعني إن الدعاء والقضاء يعتلجان، ما هو النبي قال كده، الدعاء والقضاء يعتلجان، يعني يتصارعان إلى يوم القيامة. يبقى القضاء نازل في مصيبة، نازلة في مرض، في حد، خد بالك، نازلة على واحد، في نفس الوقت هو بيقول: يا رب اغفر لي، ارحمني، استرني، تب عليا. شوف قد إيه، يوم الدعاء يطلع يمسك في القضاء ويتصارع لحد يوم القيامة، لا ده ينزل ولا ده يطلع، يفضلوا يتصارعوا فالقضاء ما ينزلش.
ولذلك بعض الناس بتسيء في الدعاء، يقول لك ايه، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ده غلط. ليه تسال اللطف فيه؟ اساله رد القضاء، ايه المشكله؟ يعني لو ربنا ابتلاني او مثلا هيبتليني في ان مثلا ولادي الثلاثه مثلا هيموتوا، اقول له يا رب اسالك اللطف فيه انا خد اثنين وسيب واحد؟ لا، اسالك ان تنجيهم جميعا. خد بالك، لو 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 جالك مثلا ابتلاء مثلا في خمس فدادين عندك دوت القطن كليتهم كلهم، فبدل ما تساله اللطف لا اساله رد القضاء، ان ربنا يصرف دوت القطن عن ايه؟ عن الحقل، وهكذا. يبقى اذا يجوز ان انت تدعو برد القضاء، وليس هذا فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى، لان الانسان قد يتاذى من ابتلاء معين، ادعو ربنا ان يصرف عنك البلاء. ما تقولش ولكني اسالك اللطف فيه، وكاني يعني ايه؟ يعني انا اتحمل النص بس بلاش النص الثاني. لا، انا ما تتحملش اي ابتلاء، احنا ضعاف. يبقى اذا الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. فالاخت ديت ما كان منها الا انها فضلت تدعي، فجاه الساعه 3 بالليل حد بيخبط على الباب. طبعا هي اخت منتقبه ومش عارف ايه، فمش قادره تفتح الباب، فابوها موجود، قالت له افتح الباب. فتح الباب فلقى دكتور قدامه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. فين البنت المريضه؟ الدكتور جاي مستعجل جدا لانه عنده صبحيه شغل في مستشفى، فجاي طبعا مخصوص بطلب معين، جاي الساعه 3 بالليل عشان يكشف، ورجع تاني ينام له ساعتين يعني وعنده شغل. فين البنت المريضه في الاوضه دي يا دكتور؟ والراجل مذهول. فدخل الدكتور كشف عليها، لقى عندها حمى، كتب لها على العلاج، وادى روشته للرجل، وبعدين واقف عند الباب مستني بقى تمن الفيزيتا، تمن الكشف. فالمهم فالاخت واقفه فبتقول له خير يا دكتور؟ قال لها خير. الفيزيتا الفلوس؟ قالت له معيش فلوس. قال لها سبحان الله، تصحيني الساعه 2 بالليل وتجيبيني من اخر الدنيا لحد هنا عشان اكشف على بنتك، وفي الاخر مفيش فيزيتا؟ ليه كده؟ وزعلان جدا ومتضايق. قالت له والله العظيم انا ما عندي تليفون لا محمول ولا بيت. قال لها ازاي؟ ده انت متصله بيا من ساعه. قالت له والله العظيم اقسم لك بالله انا ما عندي لا تليفون محمول ولا عندي تليفون منزلي. قال لها هي دي مش شقه فلان؟ قالت له يا فندم دي الشقه اللي جنبينا. ربنا قدر ان البنت اللي في الشقه اللي جنبيهم مرضت، وابوها راجل غني، طلب الدكتور واللي انت عايزه، تعالى الساعه 3 بالليل اي وقت بس تعالى. الرجل بدل ما يخبط على الشقه اللي راح لها، ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يخبط على شقه البنت الفقيره دي، فيخبط ويخش ويكشف ويديهم روشته. فقال لها انت ايه حكايتك؟ قالت له انا زوجي توفي وما حلتناش ولا مليم، وكان ارزقي، وحتى انا بيت انا وبنتي وابويا من غير عشاء، وبنتي مريضه طول الليل وانا عماله ابكي وادعو. فقال لها سبحان الله اديني روشته. خد روشته ونزل صرفها لها من صيدليات بتبقى فاتحه 24 ساعه، وادالها العلاج وادالها معاهم مبلغ من المال. قال لها لو البنت تعبت في اي وقت تطلبيني ان شاء الله الفجر وهاجي لكم، ومش عايز اي حاجه، وليك عندي مرتب كل شهر، ابعتي اي حد ياخده من العياده وادي مكان العياده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله، اختم بالقصه الاخيره ديت ولا ما فيش وقت يا استاذ كريم؟ ما اعرفش فاضل قد ايه؟ فاضل قد ايه؟ يعني اقول القصه دي بسرعه كده في دقيقه كده يعني، وان شاء الله هنكمل معاكم بقى بعض الحاجات كده، مفاتيح فرق حاجات جميله جدا يعني. كان في واحد اسمه اسحاق بن عباد البصري، في يوم من الايام جه ينام، خد بالك شوف رزقه بيجي ازاي بقى، جه ينام فراى يعني من يقول في المنام اغث الملهوف. فقام قال في ايه؟ الاحسن يكون انا بس بيتهيألي. فبعدين طب في حد بقى ده يسال الخادم اللي عنده، في حد من جيراننا عنده مشكله، في حد تعبان، في حد مش لاقي ياكل؟ قال له ما اعرفش حاجه خالص، ما سمعتش الكلام ده. قال له خلاص انا داخل ينام. فجاء في المنام مره اخرى اتنام ولم تغث الملهوف، فقام فقال له الغلام بتاعه اعد لي الدابه، اما حضر له الفرس بتاعه حط له عليه اللي بتاعه وقام ايه راكب. مشي بالفرس، فضل الفرس ده ماشي بيه بالليل، فضل ماشي بيه ماشي بيه لحد ما وقف قدام مسجد. المسجد ده كان مهجور في مكان كده في اقصى المدينه. نزل من على الفرس، لما لقى الفرس مش عايز يتحرك من المكان ده نزل ودخل مسجد ما حدش بيصلي فيه لانه مسجد قديم من زمان يعني. فلقى واحد جالس عمال بيدعي، اللهم فرج كربي، اللهم فرج همي، اللهم سد دين، اللهم لا تفضحني بين الخلق. دخل عليه قال له انت مين؟ فاستغرب، قال له انا لا اشكو الا الى الله. فقال له بس قول لي انت مين؟ انا جاني هاتف في المنام مرتين بيقول لي اغث الملهوف. فقال له انا رجل كنت بشتغل شغلانه بسيطه وكان راس مالي هو 100 درهم، الشغلانه البسيطه دي حصل خساره عندي في الشغلانه ديت وبقى عليا ديون 200 درهم،
يبقى انا راس مالي اللي هو ال 100 راحوا، وال 200 كمان اللي كانوا معايا اللي اتدينت كمان ب 200 بقى عليا 300 ايه 300 درهم. هو لما خرج من بيته هذا الرجل اللي هو اسحاق بن عباد البصري كان خارج وبيقول الرجل مجهز لي 300 درهم قدرا كده جت قدرا، فراح مديله سره الفلوس 300 درهم. قال له الا تعرفني؟ قال لا اعرف. قال له انا اسحاق بن عباد البصري، لو احتجت اي حاجه في اي وقت تعال لي وقول لي اللي انت عايزه. قال بل لا ناتيك انت، بل ان تاتينا نائبه مره اخرى فزعنا الى من اخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك الينا. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، اللهم سد الدين على المدينين، اللهم وسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بشر او بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدبيره في تدميري، اللهم الف بين قلوب الدعاء، اللهم الف بين قلوبنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل اقطار الارض، اللهم اغث اخواننا واحبابنا من اهل سوريا، يا رب انهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهدائهم واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اجعل الدائرة على بشار واعوانه يا رب العالمين، يا رب عجل بنصر اخواننا في سوريا، يا رب عجل بنصرهم واحقن دماءهم يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.